شادية، يعني لو ضليتك بالجرابات مو كان أحسن لك سهري؟ نادية حلوة كتير، رائعة. ها شفتوا هون الناس الزواقة اللي تفهم. واو شو هي عمو؟ عجبتك؟ بتجنن فعلا غريبة. شوفوا 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 تأملوا أمي، شوفوا ما أحلاها. رامي مازن شو رأيكم؟ يعني خرشي حفلة الكورية. ها 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 لا فكرة معقولة. رامي شو رأيك؟ أنا ما بفهم بتياب البنات. لك هي رجالية. رجالية؟ معناته مثل ما قال مازن خرش حفلة تنكورية. ها ها شفتوا؟ سمعتوا؟ سمعتوا رأي الجيل الجديد؟ أساسا أنا عاقد أملي كله على الجيل الجديد وبس. دخيلك. بس لهلا عمو ما عرفنا ليش عم تاخذ رأينا. بصراحة يعني أنا متورط ببضاعة حقها مليونين. متورط؟ ليش؟ وشو هي البضاعة؟ هي اللي قدامك. هي؟ كيف وشلون؟ لما كنت بالصين أقنعوني. مالك بيك الجرباء؟ في مين أقنعه بهيك شراطيط؟ جلابيات نعيمة، اسمهم جلابيات. طيب وهدول كيف بدهم باعوا يعني؟ نادية هلا كانوا عاجبينك. لا هن بيجننوا بس انه كيف بدهم باعوا يعني؟ معناتها لازم نلاقي طريقة لحتى نروجهم. صح برافو مازن. بس كيف؟ يعني منلاقي لنا هيك شي ستار عالمي يكون خيلة. صح برافو مازن. انت شو بكي كل شغلة صح برافو مازن؟ من وين منلاقي شي ستار عالمي يكون خيلة؟ من الكمبيوتر. يور رايت رامي، كمبيوتر. صح برافو مازن. بس هي فكرة رامي، هي مفارقة. هلا انتو اختاروا النجم اللي بدكم اياه، وانا بلبسه الجلابية عن طريق بروجرام الفوتوشوب. يا عيني عليك يا عبقر يا رامي، شو رأيكم بمايكل جاكسون؟ صح برافو مازن. سوسو، ايه مايكل جاكسون اشهر واحد بالعالم. بس يا جماعة في مشكلة، بدنا حدا نلبسه الجلابية ونصوره. سوسو، ما في غير سوسو. صح برافو مازن. لا مو برافو. هلا ليش زعلتي؟ مايكل جاكسون شكله مثل البنات، بعدين إذا أنا أو رامي أو أي حدا تاني عنده رجولة مثلنا ما راح يكون مقنع. بعد ما بنخلص الصورة بنعمل منها نسخ وبنلزقها على الحيطان بكل الشوارع. يا عيني عليكم، يا عيني عليكم، سمعانين؟ هذا هو جيل المستقبل.